راجع له مبارك علينا بالدوام، 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 واليوم يلبس بهجته عقد النبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير. الليلة نلتقيكم وعلى العادة من قاعات الرفاع نحضر حوياكم مع رأس أخواننا اللي نسأل الله أنه يبارك لهم ويرزقهم الذرية الصالحة. خلكم معنا ونشوف مع رئيسنا الليلة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم جعله مبارك، اللي نشارك اخواننا المعاريس فرحتهم في هذه الليلة وناخذ علومهم. ومع معرسنا الليلة فيصل بن علي النعيمي، اللي نسأل الله انه يرزقه الذرية الصالحة. مساك الله بالخير فيصل. مساك الله بالنور والسرور. مرحبا، مبارك لك اول شيء زواج الليلة، ونهنيك على حضور اخوانك ومشاركتك وكلمتك للاخوان اللي حاضرين واخوانك اللي قبضهم منك العذر من خلال شاشة قناة الريان. بيض الله وجهكم وعساكم على القوة، واشكر الجميع اللي حضر واللي ما حضر معذور ان شاء الله، والله يبارك فيكم جميع ان شاء الله. اسال جهود العرس نبغاك تنقلها لاخوانك اللي ان شاء الله مقبلين على نفس الخطوه. نعم، فيها تعب، فيها جهد، فيها نبغاك التجربه كلها تعطيهم خلاصتها. لا ان شاء الله ما احنا تعب، ما به صعوبه ان شاء الله، الامور طيبه ان شاء الله. قول الله يرزقك ذريه الصالحه ويبارك لك رب العالمين. الله يرحم والديك وجزاك الله خير. رحم الله والديك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك له أخوي فيصل ويرزقه الذرية الصالحة، والله يبارك كل من عرس، وإن شاء الله هو المقبل على العرس إن شاء الله، ونطلب لهم إن شاء الله الدعوة توفيق إن شاء الله وذرية الصالحة إن شاء الله. يقبل الله وجه. وجهك جزاك الله خير. بارك لأخوي فيصل من علي النعيمي، وألف ألف مبروك له وللجميع إن شاء الله، والله يرزق ذريته الصالحة. بيض الله وجه. وجهك أبيض الله عليهم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم جعله مبارك، اللي نتشارك حنويا مع عريسنا فرحة الليلة، نسأل الله أن يرزقهم الذرية الصالحة، ومع معرسنا غانم بن عبد اللطيف الكبيسي، اللي نسأل الله أن يوفقه ويرزقه الذرية الصالحة. مساك الله بالخير. بالنور الله يعيك. إيش حالك الله يسلمك؟ أبشرك بخير وسهالة. ليلة سعادة وفرحة بحضور إخوانك اللي تشوفهم كلهم، واللي تشوفهم جايينك يهنونك من كل مكان، كلمتك لهم والإخوانك اللي يشاهدونك من خلال شاشة قناة الريان من برا قطر. والله رحب بإخواني اللي حضروا واللي والحاضر يسد مكان الغايب، والله يسهل دربهم اللي ما جوا يطلعوا بدراسة ولا غيره، يا مرحبا بكم جميع. الله يرحب بك. فترة التجهيز شو اللي شفته؟ الحجوزات طبعا اخوانك كلهم اكيد يبغون ياخذون منك معلومه وخبره، وانت تقول فتره، هل فيها تعب فيها جهد ولا الحمد لله رب العالمين الامور كلها بمسك؟ والله الامور سهلت، كل شيء موجود الحمد لله بعد القاعات، ويسروا لنا الامور والحمد لله على كل حال. الله يوفقك ويرزقك ذريه صالحه. الله يرحم والديك. والديك أبارك لولدي غانم، الله يبارك له ويرزقه مع أهله ذرية صالحة، ويجمعه مع أهله في خير وثبات بإذن الله. الله يحيي من حضر كلهم صراحة جميع، بيض الله وجيههم صراحة. البني آدم يحصد في علاقاته في المجتمع سنين طويلة، يلقاها مثلا في عرس، حد يجامله في عرس، حد يجامله في حزن لا قدر الله، ولكن اللهم لك الحمد هذا دليل أن الشعب كله اللهم لك الحمد مترابط ومتكاتف عاداتنا، ومن كل القبائل ومن كل العوائل موجودين جايين يهنون، وحن كذلك لو صار عندنا شيء ولا صار عند حد من ربعنا شيء أيضا كذلك احنا نتواجد. هذا اللهم لك الحمد يدل على الدين في البداية والأسر الاجتماعية المترابطة ما بين هذول الناس، اللهم لك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. أقدم التباريك والتهاني حق أخوي ولد عمي غانم بن عبد اللطيف تبيسي، والله يبارك له ويتمم له على خير إن شاء الله، ويعل بكره ولد، والله يرزقه الذرية الصالحة. وأحب أرحب بالحضور كلهم ويا مرحبا بهم، وشرفونا عز الله في عرس وفرح أخوهم وولدهم، ويا مرحبا. الله يبارك له إن شاء الله ويرزقه الذرية الصالحة والبيت العامر. بارك لأخونا غانم، والله يجمع بينهم بالخير وبالرفاء والبنين إن شاء الله، والله يحيي الحضور على عرس أخوهم. أجعلهم مبارك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير. الليلة نلتقيكم من قاعات الضعاين في شمال قطر مع معرس جديد، وليلة إن شاء الله جديدة وسعيدة بإذن الله على معرسنا اللي نقول له الله يرزقه الذرية الصالحة. معرسنا الليلة عبد الله من فرج بن أمان النعيمي. مساك الله بالخير عبد الله. مساك الله بالنور والسرور، الله يرحم والديك وبيض الله وجهك على عنوتكم، الله يجزاك خير. مبارك لك عرسك، وشوف ما شاء الله اخوانك كلهم وحضورك اللي من العصر وهم موجودين مشاركين، كل فرحه كلمتك كلهم، وكلمتك حتى لاخوانك اللي قبضهم العذر في سفر ولا في شيء من خلال شاشه قناه الريان. اللي حضر يا مرحبا بابا، شرفنا ومرمرنا طال عمرك، واللي والغايب معذور طال عمرك، مرخوص كلهم في حاجته. صحيح. عبد الله، اكيد ان العرس تكاليف وتعب وحجوزات، خذت منك وقت، من اللي ساعدك؟ من اللي تعب معك ولا خلوك انت بروحك الربع؟ ابشرك امور طيبه اخوان شما، طيبك الشرواك ما قصروا، الله يرحم والديك. مبارك لك، ونقول لك الله يرزقك ذريه صالحه يا رب العالمين. الله يبارك فيك، شرفتونا ونورتونا انت والجماعه. الله يطول عمرك ولا انت. أول شيء مبارك حق عبد الله بن فرج نعيمي، والله إن شاء الله يجعله من الذرية الصالحة، ونتشرف بحضور كل اللي جاوا يباركون، وإن شاء الله إنه يكون فرح للجميع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب البارك الأخوي عبد الله بن فرج نعيمي، وأحب أبارك الجميع إن شاء الله، الله يحييهم إن شاء الله ونرضها لهم في الأفراح. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأبارك حق عبد الله ولد عمي، إن الله يرزقه الذرية الصالحة إن شاء الله يوفقه، والفال حق إخوانه إن شاء الله، وبيض الله وجيه الجميع اللي جو وما قصروا، وردها لهم في الأفراح إن شاء الله. بارك لعبد الله ولاخوانه ان شاء الله، عقبال اخوانه ان شاء الله في عليهم يا مرحبا.